اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا هذه السيده هذه اللي مسنه كتمزوجه وكتقلب على الزوج ديالها اللي خرج يصلي في الجامع ولكن مع الاسف ما رجعش. طبيعة الحال يعني هذا الزوج هذا اللي كان هو السند ديالها واللي كان حاميها، فمين مشى يعني جاو يعني الربايب ديالها وطبيعة الحال جراو عليها خرجوها من الدار. فهي الحاجه الوحيده اللي كطلبها دابا انه بغات الحاج يرجع للدار وترجع يرجع لهذاك العز اللي كانت فيه. السلام عليكم لاله. السلام. كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. واخا قولي لنا كيفاش اختفى الزوج ديالك الحاج؟ خرجت بجوجه والراجل ديالي ودا العصر وخرج باش يصلي، ما رجعش. الحاج كان كيعاني بشي مرض ولا شحال؟ ايه كان في مرض زهايمر. كان يعني ما كيقدرش يعقل ما عقلش على الطريق. خرج يصلي صلى ما رجعش. يعني عايشة مع ربيبي. كنت عايشة معاهم في الدار؟ كنت عايشة معاهم في الدار واللي خرج اللي مشى باهم ولا جراو عليا. جراو عليك. علاش جراو عليك ربايبك؟ جراو عليا حيت باهو مشى قال لي تي ودتي لي وضرتي. كيفاش تي وضرتيه؟ زعما تي صيفطتي باش جيت باش يصلي ويتوضا. ولكن الحاج يعني كان دائما كيصلي كيرجع يعني عادي. كيمشي يصلي ويرجع عادي، واللي هاد الخطره مشى ما رجعش. مشى ما رجعش. شحال تقريبا باش اختفى؟ شحال دابا؟ شي شهر بقى. شهر دابا وانت يعني ما عندكش شي بلاصه فين تسكني فيها؟ شهر دابا باش مشى بعدتي فين العيش بعدتي والو. ودابا انا ربيبي خرجوني للزنقه وهاد الحال هذا على بالك انا واحد السيده طبقت كتشوفو عرضو بعدتي لا فراش لا والو، خلاو لي حيدو لي الفراش حيدو لي كلشي خلاو لي عاد الطاس بعدتي بعد الفراش بعدتي بعد الزنقه. كان الزوج ديالك هو يعني اللي كان كان حامي سياسي هو اللي كان معايا كان داير لك العز. صاحب خسريات حاجه ولي دابا بلي مشى صافي تقهرت. انت ما عندكش وليدات؟ لا الله ما عطاكمش وليدات. ما طالعش الاولاد. انا كنت عايشه ربي يهدي خير وهلي فيا ما خاصني حتى خير. كيبان لي مشى هو يا صافي حياتي دبرات. ومين كان باقي مازال في الحياه؟ كيفاش كانوا كيتعاملوا معاك ربايبك؟ كانوا يتعاملوا معايا مزيان. ولا بلي مشى باهم صافي مابقاوش كيشوفوا فيا شي ولاو كتشوفوا فيا شوفوا لاقصه. عطاوك الدار؟ عطاو لي الدار مابقاوش عاقلوا عليا. واش من النهار الاول اللي اختفى ولا داز المده عاد؟ لا تا اختفى هذا هو اللي كيتعاملوا معايا خير. يعني هو من اختفى يعني في ديك اللحظه عطاوك بالدار ولا؟ لا بقاو معايا شي مده شي شهر. الشهر باش اختفى وبقاو معايا تعاملوا معايا شي مده شي شهر لورا باهم صافي ديك الساعه جراو عليا. من بعد جراو عليك؟ دابا جراو عليا مابقايش في المشي ولا في الجي وما عندي باش نعيش. تقول كان هازي بعد ليش دابا انت كتقلبي حاليا كتقلبي على الحاج؟ اه كنقلب عليه. وما وليداتو ما كيقلبوش عليه ما كيعرفوش فين كاين؟ كنقلبو عليه صافي. انا كنقلب ولا ملي كنمشي نقلب على ما كنلقاهش هو كيقلبو وما لاقيهوش. يعني كل واحد كيقلب من جهه؟ كل واحد كيقلب من جهه ولا لحد الان بقى ما لقيناش. مازال ما لقيتش حتى شي حاجه. كل واحد كيقول لا في الكاين، كل واحد كيقول لا في البلاصه اللي بقى ما لقيناه والو. الحاج تقريبا شحال عنده من عام؟ شي 80 عام؟ تقريبا بحالكم. 80 عام. راجل كبير ماشي صغير. راجل كبير طبعا الحال كما قلتي لنا. ولكن الابناء ديالو ما كيتعاملوش معاك كيتعاملوا معاك خايب. الاولاد ديالو كيتعاملوا معايا خايب وكرهوني في الجواز ونجي نجهزو. انا دابا كل عام لقيتو داروا معايا شي حل عطوني حقي في المحل ونخرج حالاتي. وانا دابا خرجت صافي. انا دابا راه حاليا في هذا المحل كي كتشوفوا انتوما كتشوفوا عطس ولا عايشه مع واحد السيده هنايا هي اللي عايشه معايا اللي هازت لي هي كتوكل لي وهي كتشرب لي هي اللي هزك شويه. الله يرحم لي الوالدين. ولكن السيده شحال قدها باش تهزك؟ هاد السيده عيا كيقولوا واحد المثال عيا اللي عطاني عيا اللي جات. صعيب الحال باش بلاد يبقى هاز واحد الانسان. قال لا هزاتك يعني نقول له شهر شهرين ولكن انت لقيتها. واخا تهزك ساعه بغا تعيا تعيا. تعيا تعيا ما كاينش بحال الدار ديالك دويرتك. بحالك بحالك حسن لك. لقيت بحالي بوحدي حسن لي واخا الكري عبيس ولا ايش فيه. انت دابا شنو النداء ديالك؟ انا النداء ديالي للمحسنين اللي داخلي ارض الوطن وخارج ارض الوطن اللي شاف هاد الفيديو ديالي اللي تعامل معايا. راه راجلي اللي كان هازني راه اختفى مبقاتش عرفتو فين مشى. وانا دابا عندي باش نعيش. وانا مرا كبيرة انا عندي 60 عام مقدرش نخدم.
كما قلتي لي، قلت لك من قبيلات واش معاك شي تصويره ديالو؟ قلتي لي كلشي خليتيه في الدار، كلشي خليتيه في نخرجوا الدار. دابا شي تصويره كل حصه في الفيديو، بعد تي شاد كلشي هادو في الدار. هما ما داروش هاد المحاوله هادي تصويره من ديك اللحظه؟ ماشي نهار خرج بعدا بالدار قش، ما كيتواصلوش كاع معاك؟ ما كيتواصلوا لا معاك لا حتى شي حاجه؟ لا يعني ما عرفوك واش عايشه ميته؟ ما كيشوفوش فيا انا دابا، هما ما كرهوش مابقاوش يشوفوا لي كاع. علاش التعامل كيتعامل معاك بهذه الطريقه؟ كيقول لك تي اللي خليتيه يخرج باش توضر، تي اللي خليتيه تي اللي كيحملوك المسؤوليه. ايه حملوا لي انا مسؤوليه، كنقول لي انا راه هو اللي بغى يخرج يمشي يصلي لراسو، انا ما خرجتوش راسي، راه هو اللي خرج بوحدو. كنشوف بلي في عينيك الدموع. ايه قلبي يلا وليدي، لا حول ولا قوة الا بالله. النداء ديالك هو الناس يتعاونوا معاك؟ اه النداء ديالي المحسنين داخلين ارض الوطن وخارجين ارض الوطن يتساعدوا معايا، واللي شاف الفيديو ديالي يتساعد معايا. الله يجازيه بخير والله يرحم لي الوالدين، واخا كري ابيت في العيش راه ما عدتش في العيش، سالا دابا تا واحد معقل عليا، لا هو لا ربيبي لا حتى حاجه، فهمتك تعيش معاهم بخير، ولا ملي توضر باهم بقيت عقل بقاوش عقلوا عليا. كنتمناو الحاج بعدا يرجع لدارو ان شاء الله. كنتمنى يرجع غير جباش من هو، الا ما رجعش وليدي راه ما عدتي في العيش، غتبقي مشرده مشرده في الزرقاء. انا كان النداء ديالك وصل، كنتمنى كاع الناس اللي كيشاهدونا في هاد اللحظات هادي الا لقاو الراجل يعني موسين هنا في مدينه الدار البيضاء، عنده 8 عام تقريبا، الزوجه ديالو كتقول لك مريض بالزهايمر، طبيعه الحال اتصلوا في هذا الرقم هذا، وكاين شي ناس يعني محسنين بغاو يتساعدوا مع هاد السيده هادي. اللي بغى يتساعد معايا يتساعد معايا، واللي ما بغاش يتساعد معايا ما بقاش بلا دابا عيط ليا وتفلح، حيت انا مرا كبيره ما غاديش نبقى نتفلى مع الدراري. اللي بغى يساعدني مرحبا بيه، واللي كان يعيط ليا ويبقى يقول الهضره خايبه وخصها الهضره الهضر الالفاظ خايبه، بعد في البيت ديالي ما يعيطش ليا بلاد، واش الانسان اللي غيساعدني يساعد معايا يعيط ليا، واللي بغى يساعدني مابقاش يعيط ليا، حيت كاين بلاد بزاف كيبقى خسروا الهضره. كان واحد النوعيه ديال الناس اللي مراد ما عرفناش علاش كيديروا بحال هكذا، فلا حول ولا قوه الا بالله. هذا ماشي بحال بحال الانسان الانسان اللي بغى يتعاون يتصل بها في هذا الرقم اللي حطيناه لكم هنايا، الانسان اللي بغى يتفلى ومشي يتفلى في جهه اخرى، فلا انسان اللي كافيه همه بلا ما تزيدوه بلا ما تزيدوا عليها التخربيق ديالكم. فكان الناس المحسنين اللي كيتعاونوا مع خوتهم، وكان شي ناس اللي الله يهديهم وصافي. الله يجيب شي محسن اللي وقف معايا ويتعاون. امين امين يا رب العالمين. امين كل شي محسن في العيش. امين يا رب العالمين. الله يحل عليا الله ان شاء الله. امين امين. وانا بقى فيا بزاف، كان بصرني وكان هازني وبوق لي وشهر لي، اليوم اللي مشات دابا الحمد لله بعد الوديه. كنتمنى تلقاه ويرجع الشمر يتلم وما تبقاش انت ساكنه عند الناس. لا لقيت راه رجع على العيش في المكان ان شاء الله ان شاء الله. ما لقيتوش بعد الوديه. مشاهدينا الكرام، هذه القصه هذه اللي صراحه كتبكي، السيده اللي كانت مزوجه وكتقلب على الزوج ديالها اللي خرج يصلي في نهار في الجامع بحال بحال كاع الناس، ولكن ما رجعش مع الاسف. طبيعه الحال في الغياب ديالو يعني راه ولادو داروا ما بغاو في مرات باهم، جراو عيال الزنقه، ودابا السيده يعني كتطلب انه كتقول لك بغيت غير الحاج يرجع، وبغات المحسنين يتعاونوا معها بلا ما رجع، وتعاونوا معها حتى لقاو شي حد يعني كبير في السن 80 سنه يعني مريض بالزهايمر يتصلوا به في هذا الرقم هذا. وكنشكر كاع الناس مسبقا وكاع اللي كيشوفونا في هذه اللحظات على قناه شوف تيفي. الى اللقاء.